اختتمت فعاليات الملتقى والمعرض الدولي للصناعة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي استمرت على مدار 3 أيام. شهد الملتقى في يومه الأخير جلسات حول توطين وتعميق الصناعة المصرية إقليميا ودوليا والتنمية الصناعية المستدامة. وأكد وزير التجارة والصناعة دعم الرئيس السيسي لقطاع الصناعة في مصر والتأكيد على أهمية النهوض بهذا القطاع. الفكرة الإعلاء من الصناعة المصرية لأعلى مستوى بمجموعة الشركات المشتركة كلها، بيحاولوا يوصلوا إن احنا نعلى لأعلى مستوى بالنسبة للإنتاج وبالنسبة للمنتج. الشركة كانت معتمدة على خطين، النهاردة الشركة أكتر من لما أقول لك 60 خط. بالنسبة لتوطين الصناعة في الوقت الحالي، إنك بتعلى من إنتاج وبتعلى من عمالة وبتعلى من التصدير وبتعلى من الإنتاج المحلي. فالتوطين بتاع الصناعة بتاعنا في الوقت الحالي هو ارتقاء للصناعة المصرية. شركة شغالة في مجال الصناعات المغذية للأجهزة المنزلية من سنة 99. احنا أول ناس اقتحمنا المجال، بنصنع مكونات لجميع المصنعين المصريين، وكمان بنصدر جزء كبير من إنتاجنا لكل البلاد اللي حوالينا وفي العالم. السوق بتاع المكونات اللي هي الصناعات المغذية أو الصناعات التكميلية ده سوق كبير جدا جدا.